حقية ما كان يوقف على العود. شوفها متحرول، شوف هذي ذا كان متحرول ما كان يوقف على العود. قلت خلني أجرب خلطتك وأشوف إذا في نتيجة ولا لا، بس الحمد لله صار في نتيجة وقام يوقف على العود. طبعا أستخدم الواقي من الأمراض، وهذه هي شوفها يوميا أخلط له وأعطيه مع المركز يوميا. اللي طبعا أنقع له في الليل وأغير له لين يوم ثاني، يوم ثاني في الليل مثلا الساعة 11 أغير الساعة 11 أحط له جديد، موي جديد طبعا، فأحط له مع المركز والحمد لله جابت نتيجة. يعني ما شبهها صح صح، لا في نتيجة حيل 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 في الخلطة الواقي ذي، في نتيجة بس باقي عليها شوي، باقي شوي.